وللحديث عن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق خاصة بعد انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. لنبدأ من تصريح اللجنة المالية النيابية تقول إن العام الحالي سيكون صعبا على العراق من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن هنا ماذا أعدت الحكومة لمواجهة هذه الأزمة دكتورة؟ مساء الخير عليك استاذ محمد. اهلا بك سيدتي. الحقيقه يعني خلينا نبدا بهذا المثل، يعني في التكتيك تربح المعركه وبالاستراتيجيه تربح الحرب. يعني احنا في هذا الحال في هذا الوقت يعني لا ربحنا المعركه ولا سنربح الحرب، وبالتالي يعني هذه الانخفاضات المستمره في اسعار النفط وعدم قدره اوبك على انه تستوعب وتمتص كل الصدمات اللي حدثت في الاقتصاد العالمي، وبالتالي كان يعني تجاوبها مع الوضع العام تجاوب غير صحيح، يعني هذا الشيء واضح جدا. نعم. انا سبق وذكرت انه يعني تخفيض 10 مليون برميل يوميا لا يفيد، لانه هنالك 25 مليون برميل يوميا فائض في السوق. نعم. فبالتالي ستنخفض الاسعار. يعني هنا الحديث يعني قد ينصب، يعني اذا لم يسمع الاصم بصوت الرعد انه سيرى حبات المطر، هذا مثل افريقي. نعم. جماعتنا الا يبدون يشوفون حبات المطر يلا يعرفون انه اكو هناك مشكله، والا هم لا يسمعون ولا يفقهون ولا يعرفون ايش يصير بالوضع. في ان بي سي الاجنبيه في طيب. 8 نعم. طيب دكتورة، هناك من شخص الأزمة في العراق ويعني اختصرها ولخصها بثلاثة عوامل: أولا السياسات الاقتصادية الخاطئة، هدر المال العام، الاعتماد على النفط في الإيرادات. من يتحمل مسؤولية وكيف تعالج هذه الأزمات دكتورة؟ نعم أكيد هنالك خطأ كبير في السياسات الاقتصادية، وبالتالي هنالك حتى من يريد ان يحاول ان يضع شيء صحيح لا يلقى المجاوبه، وبالتالي الايرادات التي نحصل عليها كما هو متعارف هي ايرادات نفطيه، هذه الايرادات هي غير مستقره، ليس اليوم والبارحه، وانما هذا الكلام اكثر من خلينا نقول 45 سنه من بعد 73، وبالتالي كل هذه الفتره الزمنيه لم يستطع العراق و المسؤولين في هذا المجال، أنا أقصد هنا مسؤولين النفط في هذا المجال. نعم. أن يفكروا في وضع خطة اقتصادية صحيحة. أرجع الشيء اللي كنت بكمله أستاذ محمد. نعم تفضل. يعني في أن بي سي ذكرت في 8 أبريل 8 نيسان 2020 ذكرت، وكان كلامها جدا واضح، أنه يعني هذا قبل 12 يوم وقبل تقرير أيضا لأخ أجنبي. نعم. ذكروا أنه سنصل إلى مرحلة النفط سيصبح بالسالب، وبالتالي سوف لن يكون هنالك مجال للتخزين. لم يسمع أحد ولم يقرأ هذا الشيء من أحد من هؤلاء من أهل النفط، وبالتالي وصلنا إلى ما وصل إليه يوم 20 أو قبل خلينا نقول 19 على 20، وكل هذه الفترة هم يجتمعون واللي قاهرهم على 10 مليون، يعني كان الأجدر بهم أن يفكروا في تخفيض كمية أكبر من هذه الكمية، لأن هم أساساً أمام هنالك يوجد سيناريو جداً صارم. إذا إحنا كعراق كما يقال كما نقول أننا نعتمد على مرجعية سعر برنت اللي إحنا سعر البيع سعر النفط العراقي، ايضا هذا هنالك تنبؤ سوف يصل الى 10 دولار، وبالتالي يشير هذا السيناريو او هذا المشهد السياسي والاقتصادي الى انه سيتم تخفيض او يجب ان يتم تخفيض 30 مليون برميل يوميا، اذا كيف لهم هذا ان يفعلوا؟ وفي منظمه الاوبك هم يذهبوا للاجتماع ويدخلوا ويخرجوا وكانه شيئا لم يكن، وبالتالي يطلعوا بنتيجه ان هي هذه النتيجه يعني لا تزيد ولا تنقص، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه، اكيد سوف لن نحصل على ايرادات، وبالتالي الوضع من سيء الاسوء. طيب دكتوره، وبالتالي طالما موجود نعم أزمة انخفاض أسعار النفط، هل ستستمر طويلاً؟ ستستمر ربما أشهر؟ هل ستستمر لحين دخول فصل الشتاء؟ وفصل الشتاء هو طبعاً تكون الحاجة إلى البترول عالية جداً،
وأيضا هل ستنخفض مع انتهاء أزمة كورونا برأيكم؟ يعني ماذا تتوقعين في المستقبل؟ في الحقيقة يعني هي أكيد أكو مجموعة مشاهد، لكن خلينا نأتي على واحد يعني وحدة تلو الأخرى. يعني بالبداية في بعض الأحيان بعض الاقتصاديين كانوا يشيرون إلى أن هنالك دورة اقتصادية، وهذه الدورة الاقتصادية لا، إنها ليست دورة اقتصادية. هذه المرة هي ليست دورة اقتصادية، هي دورة سياسية، وبالتالي نحن أمام وضع سياسي معقد. هذا الوضع كان قد أخبرنا به بشكل من الأشكال في الكتابات، في البحوث، في السنين السابقة، ولكن أرجع وأقول أنه لم يسمع أحد إلى ما كان يكتب أو يقرأ من قبلهم. وبالتالي يعني هذا الوضع يستمر، نعم، إلى فترة، يستمر إلى فترة، وليس أيضا كما ذكر من البعض أنه سترجع الأسعار النفط عما كانت عليه، لا. إذا زاد سعر النفط عما هو عليه الآن قد يصل فقط إلى 35 دولار، وبالتالي الأسباب تكمن لأن هنالك خزين، هذا الخزين قد تم إملائه، وبالتالي تم التفكير ووضع خطط مناسبة له في الشهرين الماضيين عندما كان سعر النفط حدود 20 و25 أكثر أقل. يعني أيضا أرجع وأعيد كلامي، هنالك الجماعات الضغط النفطيين الذي هم يطلقوا عليهم بالأويل لوبيز، هذول هؤلاء هم أشاروا للحكومة الأمريكية بأن يتم تجميع وتخزين النفط الآن عندما كان 20 و25، لديهم كمية كبيرة قد يحتاجوا فيما بعد، ولكن هذا لا يمنع أنه سعر النفط سيبقى منخفضا ومنخفضا جدا، ولكنه لن يرتفع إلى مستويات التي تعرفنا عليها في السنوات، نقول السنتين الأخيرة 60 إلى 75 دولار للبرميل. دكتورة، هناك من يرى أن البديل للخروج من هذه الأزمة هو محاربة الفساد في العراق، هل هذا يعد حلا بمفرده، أم ترين أن الأزمة في العراق ربما سينتهي من العراق هو أن العناية بالزراعة، خاصة أن العراق أرضه خصبة، والعناية بالصناعة، هل تعتقدين ذلك؟ يعني احنا ايضا ملفات الزراعة وملفات الصناعة تحتاج الى اناس تكنقراط ملمين في معرفة التعامل مع هذه الملفات. المفروض لدينا الان من عاملين على هذه الملفات في العراق وليس بذاك المستوى، وبالتالي سوف لن نخرج ايضا بنتيجه. اما بالنسبه الى سؤال حضرتك استاذ محمد بالنسبه الى الفساد، فالفساد هذه مشكلتنا اصبحت مشكله ازليه يعني، وبالتالي لن تحل في يوم ويومين، المشكله جدا كبيره ومعقده ولها جذور وتجذرت واصبحت نظام مؤسسي هذه، وبالتالي يعني نحتاج الى خلينا نقول دعم عالمي دولي الى قضاء على الفساد، وليس ان يتم قضاء الفساد في نفس دولة العراق ومن قبل نفس الاناس الموجودين، لانها سوف لن تحل اي مشكلة. دكتورة، هناك من يطرح ربما حلول هي تقليل او تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 25%، كيف سيتأثر المواطن العراقي والموظف بهذا الانخفاض؟ يعني اكيد يعني بهذا الشكل احنا نعرف واضح انه هذا الرقم هو رقم ليس بصغير بالنسبه الى رواتب الموظفين، وبالتالي بالتاكيد راح تتاثر القوه الشرائيه للمواطن. يعني هنا نتساءل لماذا يتم التفكير دائما بالمواطن في تخفيض الراتب الخاص به، لماذا لا يتم التفكير وايضا سبق من ذكرتها بالرئاسات الثلاث كما يشار هنالك 33.5 مليار دولار رواتب الرئاسات الثلاث و16 مليار و700 مليون دولار رواتب 5 ملايين من الموظفين. طيب يعني هذه لا نسبه تناسب، لماذا يتم التفكير بال16 مليار دولار ولم يتم التفكير بال33 مليار دولار اللي هي رواتب الرئاسات والجهات الاخرى؟ يعني بالتاكيد ان المواطن هو الان يعاني من مجموعه امور ومن مجموعه ضغوطات، ليس الان هو في حال ان يتم تخفيضه وتخفيض راتبه، وبالتالي ستؤثر على القوى الشرائيه وبالتالي ستؤثر على الاسواق. دكتوره، في هذا السياق
يعني انخفاض القوة الشرائية تعتقدين يعني ربما يقود إلى ارتفاع العرض عن الطلب، وبالتالي سيتأثر من هم غير الموظفين بهذا الانخفاض، انخفاض أسعار النفط؟ يعني هو أسعار النفط بالتأكيد ستعمل على خلخلة الاقتصاد ككل. نعم. خلخلة الاقتصاد، لأننا الآن نحن أمام مشكلة جدا كبيرة، ما بين مشكلة العدوى الكورونا وما بين انخفاض أسعار النفط. نحن دولة اقتصادها هش، وبالتالي لا نستطيع أن نجابه المشاكل، ولا نستطيع أن نقف أمام الصدمات، ولا يوجد لدينا أناس الذين يستطيعون أن يضعوا الحلول المناسبة. حتى لو أي واحد منهم وضع بعض الحلول، تجد هذه الحلول قد تكون في بعض الأحيان مترهلة، فبالنتيجة حتأثر على كل أفراد المجتمع. وبالتأكيد طبقة الموظفين هي أكثر الطبقات المتأثرة بهذا الشيء. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات والإفادة.